مساء الخير. ما هو الكيل الذي تكيل به المحاكم الأوروبية في تعاطيها مع طالبي اللجوء السوريين؟ هذا ما يطرح اليوم بعدما رفضت ألمانيا منح اللجوء لشاب سوري غادر البلاد كي لا ينضم لميليشيا أسد. وبررت المدعيات العامة في محكمة العدل الأوروبية أن رفض الخدمة العسكرية لا يخول صاحبه الحصول على وضع لاجئ، رغم إقرار المسؤولة ذاتها بضرورة التأكد من تعرض طالب اللجوء للملاحقة بسبب قناعاته السياسية، دون أن توضح المدعية من سيتعرض للملاحقة أكثر، صاحب الرأي السياسي أم من رفض الانضمام لميليشيا أسد، وما يعنيه ذلك في عرف الميليشيا من جريمة تستوجب القتل أو السجن على أقل تقدير. وهنا نتساءل، هل الجيش الذي يقتل المدنيين ويرتكب المجازر ويقصف تجمعات المدنيين والبنى الخدمية والتحتية والصحية، ويقوم أيضا باغتصاب النساء ونهب بيوت المدنيين، هو جيش يستحق أن تؤدى به الخدمة العسكرية حسب القانون الأوروبي والإنساني عموما؟ وهل الفرار من هذا الجيش الذي يهرب منه ملايين المواطنين حين يقتحم منطقة ما هو شأن لا ينظر به ولا يمنح صاحبه حق اللجوء؟ هل رفض المشاركة بقتل المدنيين واستباحة دمائهم وممتلكاتهم ليس موقفا سياسيا يستحق التقدير والاحترام؟ أسئلة نطرحها اليوم في هذه الحلقة الجديدة من هنا سوريا. أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. أثار منع السلطات الألمانية حق اللجوء لشاب سوري رفض الانضمام لميليشيا أسد أثار تساؤلات الكثير من السوريين حول نظرة ألمانيا لميليشيا أسد التي تقتل وتهجر المدنيين وأيضا تمارس جرائم ضد الإنسانية تماما كتلك الجرائم التي قام بها ضابطان نظام أنور رسلان وإياد الغريب اللذان يحاكمان اليوم في ألمانيا ذاتها. نتابع التقرير ونعود للنقاش. لم تكن صدمة فردية بقدر ما كانت حالة غضب جماعي أثارها حرمان السلطات الألمانية الشاب رفض الانضمام لميليشيا أسد من حق اللجوء والاكتفاء بمنحه حماية ثانوية مؤقتة قبل صدور الحكم النهائي في هذه القضية خلال الأسابيع القادمة. المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية قالت معلقة على الحادثة إن المهم في قضية اللجوء هو التأكد من تعرض صاحبه لملاحقة بسبب قناعات سياسية، ومع إقرارها أن حالة الشاب السوري تندرج ضمن تلك الضوابط، إلا أن المسؤولة الأوروبية استبعدت حصوله على وضع لاجئ مبررة ذلك بأنه لا يوجد في سوريا حق لرفض أداء الخدمة العسكرية وأن هذا السبب غير كاف لمنح صاحبه حق اللجوء. ومع الإشادة بمحاكمة ألمانيا ضابطي مخابرات أسد بسبب ارتكابهما جرائم ضد المعتقلين السوريين، إلا أن إسقاط حق اللجوء عما رفض الانضمام لذات جلاد طرح تساؤلات قديمة جديدة عن القيم الأوروبية وتعاطيها مع الشأن السوري وعن المعيار الذي تمنح بموجبه حقوق اللجوء التي تنص أساسا على عدم تعرض اللاجئ للخطر حال عودته لبلده. فكيف إذا كان هذا اللاجئ قد رفض المشاركة في حرب ميليشيا أسد وما يستوجبه ذلك في العرف العسكري من عقوبة القتل أو السجن على أقل تقدير لمن يرفض الالتحاق بهذه الخدمة؟ ومع توالي جرائم الميليشيا التي توثقها مثل هذه الصور قتلا وتهجيرا وتدميرا وتعذيبا وحتى نبش قبور الأموات، ثمة من يسأل هل ما زال أحد في هذا العالم يرى في ميليشيا أسد جيشا سوريا وطنيا يستحق أن تؤدى فيه الخدمة العسكرية، وهو الذي يهرب من هول فظاعاته حتى المدنيون كي لا يتعرضوا لانتقام الميليشيا. وفي حين تداول ناشطون الصور لشبيحة أسد في ألمانيا بعدما ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، يصبح السؤال أكثر إلحاحا عن قانونية منح هؤلاء حق اللجوء بينما يمنع ذلك عمن رفض المشاركة في قتل وتهجير السوريين. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا النائب السابق في البرلمان الألماني جمال قارصلي، معنا من دورتموند. كما ينضم إلينا أيضا المستشار القانوني المختص بالقانون الدولي من لندن، معنا الأستاذ بسام طبلية. مساء الخير وأهلا بكم أستاذ بسام. يعني كما نعلم جميعا تم إعطاء حق اللجوء في ألمانيا تحديدا لشخصيات ارتكبت جرائم حرب
بحق السوريين، والكثير منهم ليس فقط من اليوم يعرض للمحاكمة، ولكن هنالك آخرين، واليوم صفحات التواصل الاجتماعي تضج بهم، وخصوصا بعد بدء هذا النوع من المحاكمات. كيف تنظر إلى رفض إعطاء حق اللجوء لمن رفض أن يخدم ضمن ميليشيا أسد؟ مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. أهلا فيك. يجب أن ننظر إلى الموضوع من الناحية، من الجانب الحيادي، من الناحية القانونية بشكل انحيادي. فبالتالي الحكومة الألمانية عندما تنظر إلى طلب لجوء معين ترى، وهذا عرف موجود بين الدول الاتحاد الأوروبي الموقع على معاهدة اللجوء، أن الخدمة الإلزامية هي خدمة وبالتالي واجب وطني، وليس هناك جريمة بالموضوع. وبالتالي من وجهة النظر تبعهم، إذا كان هناك أمر باقتراف جرائم فيجب على هذا الجندي أن يمتنع عن اقتراف هذه الجريمة ويعترض إلى السلطات الأعلى منها. طبعا طيب، هذا نحن أستاذ بسام نتكلم تماما فيه. يعني هذه النقطة التي كنت أرغب بمقاطعتك بها، يعني هذه الحيادية من الممكن التعاطي بها في دولة تعيش بشكل طبيعي ويوجد بها بعض التجاوزات، وليس بجيش قام بقصف مناطق مدنية، نقاط طبية، مستشفيات، مدارس، أفران. صحيح. إذا الموضوع هو على الشكل الآتي، من الناحية القانونية هناك تم منظمات مجتمع مدني أثبتت أن الأسد اقترف جرائم، أن من يعمل لدى الأسد يقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هناك وثائق تدل على ذلك. ماشي. لذلك تم منح اللجوء لكل من طلب اللجوء. بالنسبة لهذه الحالة على سبيل المثال، هذا الشخص هو لم يقل أنه خائف من النظام الأسد، هو لم يقل أنه لديه رأي سياسي، وإنما تذرع فقط بحجة الخدمة الإلزامية، وهذا ليس السبب فقط، وإنما لو أنه أرفق أو دعم هذا الحجة بأسباب سياسية لكان ذلك. لأننا خلينا نذكر المشاهدين أن أسباب طلب اللجوء هي خمسة، منها الآراء السياسية، منها الدين، منها الجنس ذكر ولا أنثى، منها انضمام إلى فئة اجتماعية معينة، منها الجنسية. إذن الرأي السياسي هو سبب من أسباب اللجوء. هو لم يتذرع، قال لم ليس لدي بسبب صغر سني أو بسبب أي شيء، لم يكن خائفا من نظام الأسد، لم يكن خائفا من أي شيء آخر. طب دعني أرى الأستاذ، رأي الأستاذ جمال أيضا بهذا الموضوع. بداية مساء الخير أستاذ جمال، هل أنت على اطلاع بتفاصيل هذه القضية، وهل ترى أنه نقص الدلائل هو ما أدى إلى رفض طلب اللجوء، أم أن هنالك أشياء أخرى؟ في البداية مساء الخير لك للأستاذ المشاهدين والأستاذ بفلية. أهلا فيك. طبعا في شيء نعرف أنه ألمانيا بشكل الاتحاد الأوروبي بشكل عام، هو أن اللجوء يعمل للشخص اللي هو يثبت بأنه هو عليه خطر، هو ملاحظيا. يعني ما يجي إلا هو مثلا على ألمانيا يقول والله أنا أبوي الوزير الفلاني ولا الأمير الفلاني ولا القائد الفلاني، هذا لا يفيد، عليه أن يثبت هو عليه الخطر الشخصي. الموضوع الآخر كما قال الأستاذ بسام، يعني بهذه النقطة، أن يقول أنه مو فقط أنه وجود الخدمة الإلزامية أو الخدمة بالجيش، بينما هو عليه خطر أن يثبت ذلك، ولكن هناك من لا يثبت ذلك. ودعيني أذكر هنا، يعني للأسف يوجد كمان شبيحة يجوا على ألمانيا وناس ويدعون ذلك ويأخذون حق اللجوء. هذا شيء موجود للأسف في ألمانيا وفي أوروبا، موجود كثير ناس ضمن أن هم مع النظام وكثير من أطراف النظام، وربما أولاد المسؤولين في النظام اجوا بطريقة وأخذوا اللجوء والآن يعيشوا في أوروبا. فإذا هون الموضوع اللجوء، الواحد يؤكد أنه هو عليه خطر، ولما الواحد يثبت ذلك ويقول أنه أنا عليه خطر فيكون للصور يأخذ اللجوء. حتى لا أخذ، وأغلب الناس أخذ اللجوء، ولكن الآن ربما صار يجوا ناس لا يستطيعوا أن يثبتوا أنه أو لا يعني ولا يدعوا أنه عليهم خطر من طرف النظام او من طرف عندما يلتحق بالجيش النظام. فهذا هو السبب، لان قانون اللجوء حقا وضح بشكل كامل. ودعينا نقول ها هنا حقا نحن في ألمانيا نعاني من ذلك من ناحيه انه لدينا نظام فيدرالي، وربما يختلف الموضوع من مقاطعه او ولايه الى اخرى، ربما يختلف من محكمه الى محكمه. هناك مثلا الان القضاء الالماني مقسوم الى قسمين، ربما نصف المحاكم الاداريه العليا تقول انه كل من مطلوب للجيش السوري ياخذ حق اللجوء، وهناك ربما الاخر يقول لا عليه ان يثبت ان عليه الخطر.
حتى هناك بعض المحاكم الإدارية الألمانية والمحكمة الإدارية بعض المحاكم الإدارية سألت المحكمة الأوروبية أو هذا الموضوع، وكان الجواب ربما بشكل بسيط أنه كل من يعني يريد أن يلتحق بالجيش أن يثبت بأن القطعة التي هو سيلتحق بها هي ربما ستقوم بعمليات إجرام، ربما أن يقول بأن كل وحدات الجيش التي ألتحق بها ستكون بعمليات إجرام ضد الإنسانية وضد البشر. فإذا أنا أصور هون يعني في نقطتين مهمين حقا بالنسبة للسوريين، وأنا أتكلم طبعا الناس المعارضين وهن مع الثورة، أنه يثبتوا شغل أنهم عليهم خطر شخصي عليهم شخصيا، وأن الثانية إذا التحقوا بأي وحدة عسكرية تابعة لنظام فإنها هذه الوحدة مؤهلة أن تقوم بالعمل إجرامي ضد الشعب الأمن وضد حرية الإنسان. فأصور هالأمور هي أكيد عليهم أن يؤكدوها، عندما يؤكدوها الصور يكون حظم أكبر بكثير أن يحصل على لجوء، واللجوء السياسي وليس حق الإقامة أو ما أشبه ذلك. طيب أستاذ بسام، هنالك اليوم من يرى بأنه هذه القوانين وهذه التغيرات تأتي أيضا مع تغييرات سياسية تنعكس بهذه الطريقة. لا شك أن التغييرات السياسية لها أثر كبير، فهذا عندما يكون هناك تحسن في الأوضاع في البلد فبالتالي لا يعد هناك مبرر على سبيل المثال لطلب اللجوء أو منح اللجوء، طالما أن هناك يوجد خطر على حياة الشخص فطلب اللجوء أو منح هذا اللجوء فهو واجب على تلك الدولة، وإلا أن هذه الدولة سوف تعرض حياة هذه الدولة ستضع نفسها في مسؤولية قد تضطر إلى دفع مئات الآلاف من اليورهات كتعويض لهذا الشخص إذا ما أصيب في ضرر أو تعرض للتعذيب إذا تمت إعادته على سبيل المثال أو فقد حياته، وبالتالي المتضررين يستطيعون رفع الدعاوى على هذه الدولة. إذن هذه الدولة تعق عليها مسؤولية كبيرة، وإضافة إلى بصمة سوداء في سجلها أنها خرقت حقوق الإنسان. لذلك حقيقة هذه الدولة أو الدول حريصة بالوقت الحالي على عدم إعادة أي شخص، ولكن كما قال ضيفك الأستاذ جمال عبء الإثبات يقع على المدعي. هناك سوء فهم لعملية الإجراء أو للدعاوي، أن السوري يكفي أن يقول من وجهة نظره أنه أنا سوري فقط، هذا غير كافي غير صحيح، لأنه طالما الإنسان صار سنين عايش في سوريا بالتالي وين الخطر على حياتك؟ الموضوع المعيار هو معيارين، معيار شخصي ومعيار موضوعي. الموضوعي هو فيما يتعلق بالبلد، أنها في حالة حرب، في حالة فقدان الأمن، في حالة عدم وجود أو يوجد انتهاكات. والمعيار الشخصي أن الشخص نفسه هو حياته في خطر، وإلا هذا يعني أننا ننقل الشعب السوري بأكمله والشعب الليبي بأكمله والشعب اليمني إلى دول أوروبا، هذا غير صحيح. وإنما من يكون حياته في خطر بسبب أحد الأسباب الخمسة أسباب اللجوء عندها يتم منح اللجوء. طيب. ما شاهدناه حقيقة قد يرقى من بعض الناس، خلينا نقول الشبيحة مثلا على سبيل المثال، قد يرقى إلى مرحلة اللجوء باعتبار أنه حياته معرضة من داعش للخطر، من داعش أو من غيرها، أو أنه يقف على الحياد ولكن عبر عن رأي سياسي. في هذه الحالة التي نذكرها الآن بالنسبة للجيش لا أعتقد أن المحكمة قد أخطأت وإنما قرارها سليم، ولكن من أخطأ حقيقة هو طالب اللجوء الذي لم يثبت دعواه. وأيضا طيب سأعود، يعني لا نستطيع أن نحكم على من يقع الخطأ بكل هذه يعني الطريقة العامة، وخصوصا أنه لا يوجد تفاصيل حول ما قدمه، ولكن اليوم يعني صفحات التواصل الاجتماعي تضج بهذا النوع من الرفض. عند هذه النقطة أستاذ جمال، هل ترى أنه اليوم هنالك تغير بالمزاج العام القانوني الألماني بما يخص طلبات اللجوء؟ نحن نعرف أن المزاج القانوني الألماني مر بمراحل متعددة. أنا أريد أن أذكر في عام 2015 عندما فتحت ألمانيا كل أبوابها وعلى مصراعيها، وكان الطالب اللجوء السوري كان يأخذ يحصل على حق اللجوء الكامل ب 12 مرة إكس، يضع على ورقة 12 مرة إكس ويأخذ عاد يحصل على اللجوء، ولكن هذا تغير. ونحن نعرف كم من الناس الذين هم ليسوا بسوريين وأخذوا حق اللجوء باسم أنهم سوريون، وعندما أتت هذه الدفعة أتى هناك كثير ناس، ولكن الآن تبدأ الغربلة وأصبح الآن ربما التدقيق. في البداية ربما كانت موجة كبيرة، ولكن هذا الموضوع يتغير من وقت إلى وربما زمن كورونا له علاقة بالموضوع، ربما
التحول السياسي له علاقة بالموضوع. دعيني أقول كذلك نحن كذلك بشر، يعني شئنا ولا أبينا، يعني أنا أقول من تجربتي في هذا المجال، في بعض الأحيان حتى المحقق الأول الذي يحقق مع اللاجئ هو الذي يقرر مصيره، ربما المحقق ألف يعطيك اللجوء مباشرة. يعني فقط للتوضيح أستاذ جمال، اليوم يعني هنالك من يرى أنه هذا القرار مرتبط بقرارات سياسية أخرى، بتوجه دولي عام باتجاه تقليل اللجوء في ألمانيا، أو باستهداف اللاجئين اليوم السوريين المتواجدين في الاتحاد الأوروبي. هل ترى بأنه الموضوع بهذا السياق أم أنها حالة فردية؟ أنا أتصور هي حالة فردية، ربما تكون أكثر من فردية، ولكن أنا الآن عدد اللاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا أو إلى أوروبا بشكل عام أصبح قليلا جدا. والآن ألمانيا أصبحت تأخذ لاجئين من اليونان، تجلب اللاجئين القُصر، يعني أنا أصور الضغط زال كثيرا عن ألمانيا. ولكن عندما مع التبحيث ومع الفحص الأمور كلها وجدوا أن هناك ربما يوجد خروقات، يوجد ناس دخلوا باسم أنهم هاربين من الجيش، وليسوا بهاربين، ربما ناس مع النظام بدأوا دخلوا بهذه الطريقة كما قلت، ولكن هناك في ذلك في اجتهاد قانوني حول هذا الموضوع، وموضوع يعني التابعين للجيش أو الذين لديهم الخدمة العسكرية حقا، هذا الموضوع يذكرني بموضوع كلمة حتى، كما يقال حتى حتى قلوب العلماء، يعني هذا الموضوع حقا له تفسيرات كثيرة، وحتى يعني خبراء القانون في ألمانيا لديهم مشاكل كبيرة، في ذلك هم لجأوا للمحكمة الأوروبية، الموضوع يحتاج لذلك. ولكن دعينا أقول في هذا الصياغ نصيحة للسوريين وكل الأحرار الذين يحاربون ضد نظام بشار الأسد، عندما يأتوا إلى ألمانيا أو أي بلد يقدموا فيها اللجوء، أن يلجأوا إلى أناس مثل الأستاذ بسام أو الناس حقوقيين أو قانونيين أو إلى منظمات أو مؤسسات ترشدهم، تنصحهم، تعطيهم ربما في بعض الأحيان نصيحة واحدة تغير مجرى حياتهم. فإذا للأسف هناك ناس يقول لك والله أنا كوني سوري راح أحصل على حق اللجوء وأروح مباشرة، فلذلك عليه أن يعني أول شيء يستفسر عن هذا الموضوع، يعني يتعلم عن هذا الموضوع، يعرف خفايا هذا الموضوع، وبعدها يذهب ويقدم طلب لجوء، ولا يقف أمام هكذا حالات ربما يقوم بأعمال أو بجمل غير مقصودة ربما تؤدي بمصير حياته إلى 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 شكل سيء جدا. طيب أستاذ بسام، بشرح بسيط، اليوم مع محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب في لندن، هل تعتقد بأن تدرج ألمانيا ميليشيا أسد أو الخدمة الإلزامية ما يسمى ضمن ميليشيا أسد، وكأنه مكان يعني يتجه ل حالة ممنهجة من عدم احترام حقوق الإنسان وانتهاكها؟ دعيني سأرد على هذا السؤال، ولكن استكمالا لما كنت أقوله، لا تعلمين أو لا نعلم ماذا قاله ذلك الشخص، أقول على شكل الآتي: إذا كان هناك خطأ في القرار المحكمة فيمكن الاستئناف، وبالتالي الذهاب إلى بعد الاستئناف أيضا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاستئناف هذه القرارات إذا ما كان هناك خطأ. بالعودة إلى سؤالك، يجب إثبات أن هذه الميليشيات تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن هذه تتبع لنظام الأسد، وأن هناك عمل إجرائي تقوم به عادة منظمات المجتمع المدني حيث أنها تثبت ذلك. عندها وعند استكمال الأدلة يمكن الطلب وضعها على قائمة السوداء، وهذا أمر متاح. ولكن إذا لم يتم يعني إدانة هذا الكيان بشكل موثق من تلقي الأوامر على سبيل المثال من أشخاص بالنظام بالأمن أو بشكل موثق، عندها لا يمكن وضعها. ولكن إذا تم إثبات ذلك فيمكن ذلك، وأمر طبيعي نحن نعرف الحقيقة، ولكن يجب أن نتذكر أيضا أن طالب أو الشخص الذي يدرس طلب اللجوء هو يدرس طلب اللجوء من سريلانكا، من الفلبين، من كافة الجنسيات، فمعنى ذلك أنه ليس متعمق بسوريا، وبالتالي هو يقرأ الجايدنس أو يقرأ الكتيب بسيط عن سوريا فقط ويمشي بوفق هذا ما كتب. إذا نحن السوريين أو مؤسسات المجتمع المدني من يجب علينا تزويد هذه المنظمات بأدلة دامغة على تورط هذه الميليشيات وأن هذا حليفة. طيب ما هي المنهجية تماما، يعني المنهجية التي قد تضع هذه الميليشيا بشكل رسمي وقانوني على القائمة السوداء، وخصوصا أنه السوريين تحديدا يعلموا مدى جرام هذه الميليشيا، وهنا نتحدث عن ميليشيات أسد وما يسمى بجيشه؟
نعم بالضبط، يعني هناك حقيقة أرى أن هناك حلقة تقصيرية من قبلنا كسوريين من أجل إثبات وتزويد المعلومات والأدلة الدامغة على هؤلاء الأشخاص. مثلا على سبيل المثال، إذا شخص انشق من هذه المجموعات وإجا وقدم لجوء، المشكلة هو من جهة هو يعطي دليل ضد هذه الميليشيات، ولكن من جهة أخرى هو يضع نفسه في خطر، إذ أنه يمكن أن يتم ملاحقته مثل الضابط أنور رسلان وغيرهم. فبالتالي حقيقة يجب على مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني هي من تقوم بهذا العبء أو هذا الموضوع من أجل إدانه، وإلا لأنه للأمانة هناك إذا ما أردنا أن نلاحق الموالين على سبيل المثال، فيمكن ملاحقة كافة الموالين الذين يدعمون النظام سواء ماديا أو يدعمون الإرهاب أو يدعمون الكراهية. إذا هناك الكثير من الجرائم التي يمكن إدانتهم، ولكن هل علينا أن نلاحق كافة الموالين وكافة الشبيحة؟ يعني عمل يتطلب جهد جبار وجهد كبير في هذا الصدد، ولكن على الأقل نكتفي خلينا نقول بملاحقة الرموز النظام وملاحقة الأشخاص بالصف الأول والثاني والثالث، أما البقية يعني الموضوع رح يكون يعني هذه الخطوات حتى ولو كانت بسيطة وصغيرة كما يقال بتقديم شخصين للعدالة وللقضاء، ولكن هي خطوات في الاتجاه الصحيح، ومن الممكن أن تتبع بخطوات أخرى وتثبت مدى تورط هذه الميليشيا بدم السوريين. أستاذ جمال، بحكم أنه حضرتك متواجد في ألمانيا، إذا كان هنالك نصيحة قد تقدمها لهذا الشاب؟ أنا أنصح كل سوري وسورية يعني قدم لجوء تم رفض طلب لجوء أن يستأنفوا، أن لا يدعوا أي خطوة قضائية إلا والقيام بها، وأنا متأكد بأنهم في النتيجة سينجحوا، لأن وضع السوريين واضح وصريح لكل العالم، ومن يقرأ جريدة فقط يعرف ما هو الوضع في سوريا، وعليهم أن لا ييأسوا وأن لا يضيعوا الفرص أو المهل القانونية لكي يستأنفوا. الشروط موجودة وتوفرة، ونتصور حتى هذا الشخص إن تابع عمله فنتصور سيصل إلى نتيجة، إن كان حقا هو عليه خطر من قبل انضمامه للجيش أو التحاق بالجيش الذي يقتل الشعب البريء في سوريا. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال قارصلي النائب السابق في البرلمان الألماني، كنت معنا من دورتموند. أشكر أيضا المستشار القانوني المختص بالقانون الدولي الأستاذ بسام طبلية كان معنا من لندن. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، نلقاكم بأمان الله.